مشاهدينا طبعا الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد إيمانويل دانييل وهو رئيس مجلس إدارة The Asian Banker. أهلا وسهلا بك معنا سيد إيمانويل. يعني دعنا في البداية نتحدث كيف لربما ستكون هذه الإجراءات في صالح الليرة التركية التي فقدت الكثير من مسياتها خلال الفترة الماضية وتصل الآن إلى مسيات 5.80 أمام الدولار الأمريكي. في الوضع الراهن الخطوة الوحيدة التي أخذت هي محاولة إرساء ثقة، فإن الاستثمار القطري في تركيا على سبيل المثال يتعامل مع صفقات مبادلة مما يزيد من نسبة السيولة، ولكن العجز في حساب الجاري هو حوالي 15 مليار دولار، فبالتالي نحن لا نعالج الأسباب الجذرية لهذه المشكلة. إن السلطات التركية والبنك المركزي التركي استخدموا بعض الأدوات التي كان بإمكانهم استخدامها، ولكنهم لم يأخذوا أداة رفع أسعار الفائدة لتصحيح الوضع. ففي الحقيقة السلطات التركية والمركز التركي يحاولون فعلا التلاعب وعدم حل المشكلة. طيب إذا أصرت تركيا بتدخل الرئيس التركي أن ألا يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة أو أن تكون هناك سيطرة للرئيس التركي على معدلات الفائدة، كيف يمكن أن يتطور الوضع لاحقا؟ إذا ما عدنا إلى المبادئ الأولى، إن الشركات التركية أغلبيتها منكشفة على الدين بالعملات الأجنبية والدولار على وجه الأخص، ولطالما الولايات المتحدة الأمريكية تستمر بسياسة الاحتياط الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة ولشراء الدولار، فإن سعر الصرف سوف يستمر بالارتفاع، وبالتالي إنهم يصبحون عكس التيار إن صح التعبير. تركيا بحد ذاتها لديها بعض المشاكل الهيكلية الداخلية التي يمكن التعامل معها إذا ما كان هناك أي إشارة إلى نمو صادراتها أو حتى نمو في إجمالي الناتج المحلي، ولكن ما من إشارات من هذا النوع حاليا. لذلك فعلا الوضع مضني في تركيا وصعب، ولابد من الإشارة إلى أن المصارف الأجنبية المكشفة على الدين التركي بدورها اليوم قد جمدت كل عملياتها لأنها لا تريد المزيد من الانكشاف. طبعا لربما صندوق النقد الدولي يطلب من الحكومة التركية أن يضمن استقلالا كاملا للبنك المركزي في تركيا، ماذا أن رفضت تركيا بالفعل أن تعطي هذه الاستقلالية؟ ما الاحتمالات المتوقعة؟ سبق ورفضوا ضمان استقلال الكامل للبنك المركزي التركي الذي فعلا اليوم هو خاضع للأجندة السياسية. إن الليرة التركية دائما كانت مسيسة، ولذلك أن الشركات التركية لم يكن لديها الخيار سوى أن تقترض بالعملات الأجنبية من الخارج. إذا ما أخذنا نفس القصة التي تتكرر مرارا وتكرارا في العديد من العملات وعدوى الانتشار منذ التسعينات، الأزمة المكسيكية، الأزمة الآسيوية، وبالتالي لا يمكن تفادي هذا الوضع، ولكن لربما هذه المسألة مسيسة بشكل كبير، فبالتالي إن الأدوات الإصلاحية الاقتصادية المتوفرة لم يتم تنفيذها واعتمادها بعد. عندما تلجأ تركيا لصندوق النقد الدولي سيفرض صندوق النقد الدولي هذه الشروط، ولكن اليوم لدينا أعلى معدل تضخم في تركيا مقارنة بالأسواق الناشئة. لا يمكن التعامل مع هذا الوضع إلا إذا ما فعلا تم اعتماد سياسة نقدية حادة. يعني الحديث أيضا أن الأزمة ربما لن تقف عند تركيا، المخاوف من انكشافات ضخمة للبنوك الأوروبية على المقترضين الأتراك، هذا من جانب، ومن جانب آخر المخاوف من الأسواق الناشئة وأن تنتقل العدوى إلى الأسواق الناشئة الأخرى، وشاهدنا ما حدث في العملات جنوب أفريقيا على سبيل المثال، وحتى على الرغم من البعد ربما بين تركيا وجنوب أفريقيا، لأن بدأنا نشاهد مضاربات سلبية وكأن الأسواق تسعر ما يمكن أن يحدث لاحقا. بالنسبة إلى انكشاف البنوك الأوروبية على الدين التركي، إنه يشبه ما حصل في إسبانيا وفي اليونان قبل بضع سنوات. في الحقيقة إن هذا الانكشاف ليس بالحجم الكبير، إنه فقط حوالي 4% من إجمالي نسبة الإقراض، ولكن نحن نلاحظ بأن مفهوم الانكشاف بحد ذاته يؤثر. أي بنك أوروبي لديه مكتب في تركيا سوف يكون منكشفا، وحتى سوف يتم التعامل معه بطريقة مختلفة من قبل الأسواق.
عدوى الانتشار وأثار عدوى الانتشار لديها أفاق متعددة، البعض منها متوقع، حيث أن أي دولة لديها دين مقوم بالدولار الأمريكي دون أدنى شك سوف تواجه بعض المشاكل، وأي دولة لديها عجز في حسابها الجاري ستواجه المشاكل أيضا. وعاملين آخرين، أي دولة تعتمد على السلع لنمو اقتصادها هذه بدورها ستتأثر بالأزمة التركية. وعامل آخر ينبغي أخذه بالاعتبار أيضا، وهو أن الأزمة التركية الحالية هي ما نسميه بقطار الدول التي تواجه مشكلة الاستدانة بعملة الدولار. لدينا عدة دول تجارية تقوم بالاستيراد والتصدير مع الصين، ولكن هذه بدورها يمكن أن تتأثر، لأنه كما نعرف بأن الصين تتأثر على قدم وساق بارتفاع الدولار الأمريكي وبكل ما يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية حاليا. طيب، في ظل التعقيدات التي حصلت من كل الجانبين التركي والأمريكي برفع طبعا بعض الرسوم الجمركية على بعض الواردات والصادرات، الآن يبدو بأن تركيا تحاول أن تحسن من موقفها أمام الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن جنديين الأمس. هل من الممكن أن تكون تركيا قادرة عن الاستغناء عن الجانب الأمريكي والاتجاه إلى الجانب الأوروبي؟ تركيا كانت متورطة حتى قبل هذا التفاقم في الوضع السياسي. في السنوات الثلاثة الأخيرة فإن العملة كانت قد انخفضت، وكان على الشركات أن تقوم بالاقتراض بالدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم كانت على ارتفاع، والمركزي التركي كان يستخدم أسعار الفائدة لاحتواء الموضوع. وهنا أتى الفارق وعدم التطابق بين المركزي التركي وإدارة القديمة وتلك الجديدة، حيث يتعاملون مع الوضع بطريقة مختلفة. وفي هذا السياق فيمكن القول بأنه لتركيا أن تأخذ ثلاث خطوات كي تتمكن فعلا من أن تحتوي الوضع. طيب، إذا يعني قلنا أن الإدارة التركية عليها أن تفعل شيء ما في هذه الأثناء وأن تتصرف بسرعة، فما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها فورا لإيقاف هذا التدهور ولحل الأزمة أو البدء في حل الأزمة؟ بغض النظر عن الخطوة التي سيأخذونها ستكون مؤلمة، فإن الخطوة الأولى التي عليهم أخذها في تركيا هو أن يقوموا بفعلا ضمان استقلال الكامل للبنك المركزي. حينها للبنك المركزي سيعتمد السيادة اللازمة كي يتعاملوا مع معدل التضخم وإيقاف تدهور الليرة والتعامل مع عجز الحساب الجاري، وهذا بدوره سوف يقلص من هذا الألم. ولكن الميزة لتركيا هي أن الشركات يتم إدارتها بطريقة جيدة، والمصارف حتى من الناحية الفنية تتحلى بالكفاءة اللازمة. سيتمكنون من الاستجابة لهذا الوضع، وبالتالي إذا ما كان لدينا أي قوة فهي ناجمة من قوة الشركات التركية. على المدين القصير والمتوسط ينبغي أن يقوموا بكل هذه الإجراءات، ولكن ما من إشارات لغاية الآن بأن القيادة السياسية ستسمح بذلك. نشكرك على وجودك معنا في الاستوديو سيد إيمانويل دانييل، وأنت رئيس مجلس إدارة شركة ذا إيجن بانكر، شكرا جزيلا لك. شكرا. بعد الفاصل وقفة مع آخر المستجدات والتطورات في الأسواق الخليجية.